وسائل اعلام مختلفه في البرتغال قالوا ايه. طبعا تابعوا جيمي باتشيكو المدير الفني البرتغالي في جنوب افريقيا، بما ان كان في طبعا بيرسي تاو نجم النادي الاهلي، كان في فخري لاكاي مهاجم بيراميدز من جنوب افريقيا، فصحافه جنوب افريقيا تابعت المباراه وسلطت الضوء عليها. تعالوا نشوف الامارات طبعا بما انها البلد المضيف اللي بيستضيف، ونبدا بالعين عقده باتشيكو وتالق كهربا، ثمان مشاهد من فوز الاهلي بالسوبر المصري. لسه كنت بقول لك يعني باتشيكو بطولتين في اقل من شهر، ضربتين في راس دي توجع، ضربتين طويل. الاهلي طبعا دي سكاي نيوز عربيه، الاهلي بطل السوبر المصري بهدف معلول القاتل. الهدف هو اللي قاتل مش معلول طبعا، عشان ايه محدش يعمل يطلب التحيه مع معلول ولا حاجه. علي معلول يضيف اللقب رقم 15 في مشواره مع النادي الاهلي، تاريخ كبير علي معلول. جدا جدا، انا بحترمه بشكل شخصي، روحه تحس ان هو موجود في النادي الاهلي. بروز يعني نفسه، طبعا بروز طبعا يعني نفسه، من افضل المحترفين اللي انضموا للنادي الاهلي في تاريخ، وانا بيتهيألي في الكره المصريه كلها يعني الحقيقه. صحيح. وملتزم واخلاقيا وسلوكيا داخل وخارج الملعب، لا يعني الحقيقه كل التحيه لعلي محلول. طبعا علي معلول الاهلي يتوج بالسوبر المصري بابو ظبي للمره 13 في تاريخه، واحنا بنتكلم طبعا 20 من اول ما تم استحداث البطوله، 20 بطوله الاهلي محقق 13 منها، وبقيه السبعه متقسمين بال والاهلي كان طرف فيهم او يعني في معظم. اعتقد ان احنا على الاقل خسرانين اربع ثلاث القاب او اربع القاب اعتقد ثلاثه بركلات الترجيح. انا بتكلم على بركلات الترجيح. اربعه صح؟ البيان قالت الاهلي بطل السوبر المصري للمره 13 في تاريخه، ولقطه طبعا يعني محمد شناوي كابتن النادي الاهلي بيتسلم كاس السوبر. بمناسبه الكاس ده جديد، الكاس ده بيظهر لاول مره، لاول مره في او كل سنه بيقولوا لي ان كل سنه بيبقى في كاس جديد. وتحيه كمان احمد، ما ننساش تحيه للشعب الاماراتي طبعا طبعا، لاول حاجه في بدايه الحلقه. صحيح، اتفق معاك كل تحيه تماماً. ليهم لانه استقبال رائع واستقبال عظيم. ما بتحسش عظيم انك في بلد غريب بصراحه يعني سواء جمهور او حتى لاعبتنا وجهازنا الفني، كل الناس الحقيقه بتشيد بالاستقبال. صحيح. الرائع. صحيح. والتنظيم يعني المميز طبعا يعني. دايما الاحساس بمشاعر الاخوه وانك انت مش في بلد غريب، ده يمكن شيء بينطبق على كل الدول العربيه بجد. يعني انا يعني زرت كتير من اشقائنا العرب سواء في شمال افريقيا او في الخليج العربي، عمري ما حسيت ان انا غريب، بس في الامارات تحديدا فيها يعني. فيها فيها حته زياده سنه يعني حب يعني حس فيه بحس بمشاعر يعني كل أكتر. في كل حته بحس بمشاعر يعني حب وموده بجد والله. على مستوى بص شوف، يمكن سياسيا في اوقات كتير بين انظمه وحكومات ما يبقاش في وفاق، يبقى في توترات، يبقى في خلافات في وجهات نظر، لكن انا يقيني انه على مستوى الشعبي، على مستوى الارض، على مستوى كل الشعوب العربيه، في علاقات دفء وحب ومشاعر. صحيح. بتبان في وقت يعني وقت الجد بتبان، ما هياش مجرد شعارات بتتردد. صحيح. لكن صحيح. لما بتروح وتشوف الناس ازاي بتشيلك من فوق الارض بتحس قد ايه انه ودي كمان تودينا لقيمه كره القدم، وقد ايه بتقرب الناس، وقد ايه يعني رغم المنافسات الكبيره جدا جدا والتنافس الكبير جدا جدا، لا لكن في احترام دايما طبعا احترام متبادل كبير جدا يعني. فيعني نتمنى ان كل الشعوب العربيه تظل بهذا الشكل، ونتمنى كمان انه هنا يتعلموا ده يعني ان المنافسه ما فيهاش غبن وما فيهاش كراهيه وما فيهاش حقد، هي مجرد منافسه جوه الملعب يفوز فيها الافضل، نقول له مبروك ونقول للخسران هارد لك تعوضها في المره اللي جايه، ونخلي كده يعني الدنيا ماشيه كويس في امورها وفي سياقها الطبيعي، بدل ما احنا عاملين حروب وفتن وازمات مفتعله بدون اي داعي، وخصوصا انه الرصيد صفر. يعني عارف لو في رصيد تتركن عليه ممكن افهم ده، لكن انه الرصيد صفر فمفيش حد بيحقق اي حاجه، مفيش حد بيعمل اي انجاز، مفيش اي حاجه بتحصل، بالتالي ايه كم الازمات ده مش قادر افهم. طب دي وسائل او الصحف الاماراتيه، خليني اشوف معاك جنوب افريقيا مثلا والبرتغال قالوا ايه. طبعا ده موقع جول العالمي طبعا بيتكلم على ابن البافانا بافانا طبعا، او نجم البافانا بافانا تاو، بيرفع الكاس الرابعه او اللقب الرابع ليه مع النادي الاهلي بعد طبعا اداء مميز جدا من رفقاء لاكاي بيراميدز في بطوله السوبر المصري. طبعا صوره طبعا البيرسي تاو
اللي نقدر نقول ان بيرسي تاو نسخه مارسيل كولر مختلفه تماما عن بيرسي تاو قبل كده. ثقه واداء ويعني وفعاليه جدا الحقيقه يعني وثبات ولسه مستوى. كمان ان شاء الله هيزيد. أيوة. يعني بيرسي تاو لسه ان شاء الله هيقدم مستويات افضل من كده. صحيح. اول موسم فعلي لبيرسي تاو انا بعتبره السنه دي انضم السنه دي يعني. الموسم ده احنا لسه متعاقدين معاه الموسم ده. صحيح. طيب بعد جول احنا خلصنا طبعا ابولا ده اعتقد صحافه البرتغاليه انه جيمي باتشيكو طبعا المدرب او مدير فني البرتغالي ومدرب بيراميدز بيخسر في نهائي فاينل السوبر كاب المصري بعد طبعا ايام بسيطه جدا من خسارته او لقب الكاس. دي الايستن هيرالد اعتقد بتتكلم على انه طبعا الاهلي هو بطل السوبر المصري مع هدف معلول ذا كيلر برضو ذا كيلر او القاتل الهدف مش علي معلول.